النوبي سابه ونسى قريه العشا اسمه العشي وجا اخذنا على الموتوسيكل قال لك تروح تفطر الاول وبعد كده نكمل مشوارنا. مين معاك دول؟ انا ده ايهاب ابو حساني ويونس ابو عبد النبي من كرنا. ويهاب من الاسبوع راح نروح نفطر. فين دلوقتي؟ هتفطر عندي في بيتي طبعا. افطر على المائده مثلا؟ لا ما انا طبايخ يعني معروف للناس كلها. ما انا طبايخ زيك برضه بتاع طبيخ. ما فيش احلى من بتاع الطبيخ. وهاي الناس كلها بتاع الطبيخ خلي بالكم يعني. الدنيا ماشيه بالطبيخ كله. طبخين هذا؟ طبخين والله يطبخ لك النهارده طواجن. الله اكبر. وفراخ. الله اكبر. ويكه. الله اكبر. وشغل ورز. يا عيني حاجات كثير حلوه يا حبايب. الله اكبر. الله اكبر. لا عمران انا اخذ معك انا نطول معك يا باشا لاخر رمضان والله العظيم. وكمان برضه نقول مشيت بدري يعني خلاص نطول. والله مرحبا يا اخا. اه يا مصطفى. يلا يا مصطفى. هاي مصطفى رضا. هاي جاي ورانا جاي البيت عندنا يفطر عندنا برضه. مصطفى بتاع طبيخ زينة. يا كلها بتاع طبيخ. ايوه. لا اله الا الله. انت وقعت في بلد كلها طبيخ. كلها طبيخين. اه. وهاك يكون سعيد برضه طبايخي. سعيد بتاع الكمونيه. سعيد. سعيد بتاع الكمونيه يعني. انا كده دخلتنا شارعنا ده. مرحبا. الله يسلمك. اقول لك نورك تعالي حبيبي اصيل. قرب يا مصطفى قرب. سلم على السيد احمد. منتظرك لي يومين ثلاثة. مرحبا. خلي البس. مرحبا يا فاشل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا موزة مبارك سيد. الله مرحبا خالد. اخبارك؟ انت انت طيب. محمد رضا العلم. مرحبا. 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 تشرفنا بيك. الله يحفظك يا رب. نورك والله يا خالد. تسلم. السلام عليكم. هيجيك يا ابو هاشم. خلاص خذ البلح والعصير. خذ البلح والعصير. هذا البلح يا سيد محمد. بس معلش هذا البلح وعصير. لازم يا عبد الله. لا مرحبا بك. سيد ادريس. سيد ادريس. انا امبارح كنا مع سيد احمد مع على دارس برضه. بسم الله. ساعد الادرس. انا امبارح كنت مع جماعه هناك في المسيد قريه المسيد. عند أولاد السيد إبراهيم. يا مرحبا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الوالد أبو سامح وأبوه أبو سيد أحمد إدريسي. يا مرحبا. طبعا من الناس اللي تعدى الأصابع في الزنيح. أنا رأيي كان بركة جدا. الله يرحمه أبو سامح. الله يرحمه أبو سامح. ده هو السيد أحمد إدريسي. ده عمه السيد طه. عمه السيد طه الادريسي.
حبيبي يا ابراهيم حبيبي حبيبي يا دارش احنا وارثين فيها والصعيد كله وارث فيها يعني احنا دائما قعدتنا في الساحه دي الساحه دي مش بتاعتي بتاعت الناس كلها عامه يعني تسلم يا خالد السيد احمد الادريسي ده راجل خدوم لا يحفظك راجل لف الخدمات يعني الله يبارك له مرحبا بيك يا سيدي الله يحفظك يا رب تعالى لا انا زي الفل انا تمام والله احنا مش قلنا ناخذ البلح معانا ولا ناخذوه لا ده شرف لينا ده انا كنت عايز اقعد معاه قاعده يعني ده شرف لينا الله يحفظك لا تمام يا ابوي تمام تعال لا يحفظك اخبارك يا شيخ عايزين نتعرف على السادة الأدارسة هنا في قرية الزينية. قرية الزينية هي مدينة أولاً مدينة الزينية قبلي. الزينية قبلي قرية من قرى المدينة. والسادة الأدارسة طبعاً أول بلد من بلاد محافظات الصعيد. ينزل فيها السيد أحمد الإدريس وهي المقر الأساسي للإمام أحمد الإدريس رضي الله عنه قام فيها مسجد السيد أحمد الإدريس وقيم فيها بعد كده مدرسة ومنها بدأ السيد أحمد الإدريس الرحلة التعليمية في جميع الصعيد بالنسبة لأسوان بالنسبة لمحافظة جنة لمراكز مع محافظة الأقصر كل هذه تناشر بدأ فيها نشر العلم بتاعه السيد أحمد الإدريس منها مدينة البيضية مدينة دير إسنا كل المراكز دي تبع محافظة الأقصر كان السيد أحمد الإدريس بيتلقى إليها وينشر فيها العلوم بتاعه أبناء السيد أحمد الإدريس الأساس بتاعهم في مدينة الزينية قبلين السيد عبد المتعال والسيد أحمد الإدريس دي التسع أبناء كانوا من أساسهم هنا بعد كده من هنا طلعوا على السعودية على المغرب على اليمن على السودان وكل البلاد دي أو الدول دي كلها حاليا موجود فيها الساحات الإدريسية وفتحت الدول دي فتحت كدول فتحت بالتاريخ الإسلامي في عصر السيد أحمد الإدريس وأبنائه والحمد لله رب العالمين ويكون أنتم قدمتم علينا بالخير والصحة إن شاء الله وإيه اللي أهم المواضيع اللي أو أهم الأمور الاجتماعية اللي بيشارك فيها الإخوة الأدارسة هنا في قرية الزينية هو السيد أحمد الإدريسي بلغ عن كلامك السيد أحمد الإدريسي رئيس لجنة المصالحات أنا عارف دي أهم سيد أحمد الإدريس طيب حمرة دوم أبو حزام حمرة دوم أبو حزام أنا ليه ساحة والسمضة والحجيرات إخواتنا هناك عايزين يصطلحوا سيد أحمد كله عايزين يصطلحوا وربنا يجيب الصلح إن شاء الله رب العالمين إحنا طبعا لا نزلت هناك أنت نزلت لك تنزل كل قد إيه الأساس في حمرة دوم هناك أبو حزام لي حاطط حجر الاساس في حته قطعه ارض كده ممكن فيها ساحه ان شاء الله رب العالمين وفي اسمنت في نجاده وفي انا الاربع قرى اللي ذكرتهم لك دول فيهم مشاكل وهم مشاكل عديدة. محتاجين حد يتدخل ويصلح ما بينهم استجاب لينا السيد اللي هو خالد الشاذلي كان من اول الناس المحترمين اللي هو استقبل اهالينا من قريه ابو حزام وبدا يتدخل في الموضوع فانا من طول الطريق برضو بسمع ان السيد احمد الادريس هو كبير لجنه المصالحات على مستوى الجمهوريه وسبحان الله لجل الحظ وقعت فيك النهارده من غير معاد ولا من غير ايه فقلنا هتعمل ايه مع قريه ابو حزام والحجيرات انا مش بعمل مع قريه ابو حزام بس انا مع صعيد مصر كله من فضل الله سبحانه وتعالى يعني احنا المشاكل كان لسه عندنا مشكله كبيره كان فيها 7 جوه من فضل الله سبحانه وتعالى كانت من اكبر المشاكل في محافظه جنة اللي بالنسبه لمحافظه جنة
ومن فضل الله تم التصالح فيها، وكذا صلح من فضل الله سبحانه وتعالى في جميع المحافظات في جميع محافظة دينا في كذا مركز من المراكز تم التصالح فيهم. يمكن أكبر من أكبر المشكلة دي اللي كانت فيها سامع جوه كانت أكثر من 11 مشكلة سائرية تم التصالح فيها تمام في محافظة دينا. وحاليا من فضل الله سبحانه وتعالى في كذا مشكلة سائرية في محافظة لوكسور، في أول امبارح من فضل الله سبحانه وتعالى تم توقيع محاضر الصلح يعني على بركات شهر رمضان. تم التوقيع على محضرين، محضر في مركز أرمنت ومحضر في مركز البيادية من فضل الله سبحانه وتعالى، وهيقام الصلح بتاعهم قريب بإذن الله سبحانه جميل. وتعالى احتمال نعمل نفحة كده من نفحات رمضان ونقيم صلح فيهم إن شاء الله رب العالمين في شهر رمضان. اللهم آمين يا رب، ربنا يوفقكم. طب احنا خلينا في ابو حزام والحجارات ونجح الخطب، عشان نجح الخطب كلموني من الصمدة نجح الخطاب بسمه ان شاء الله رب العالمين ربنا يسر الامر لا ما احنا عايزين حضرتك انت اللي تنزل. لا ما انا معاهم، انا عايز حضرتك تنزل انت مع ست اللي هو خالد الشاذلي ده تبقى يعني لفتة جميلة لما تنزل انتوا الاثنين تعارف بس مش اكتر، مش لازم نبدأ نصطلح يعني، احنا ننزل بس نطلع على اهالينا هناك. لا هو بالفعل في تواصل مع ناس ابو حسام، في تواصل مع ناس حمرضون وفاو بحري والحجارات والصمدة والبناع، كلهم دول ناس حبايبي يعني بالفعل في تواصل كامل مع الساحة هنا، ولهم يوم بيجوا يجتمعوا فيه هنا اصلا في الساحة. جميل. ان شاء الله رب العالمين يعني نبذة طيبة من عندك كده إن شاء الله في أول شهر رمضان، وفي لحظة الإفطار إن شاء الله رب العالمين نعيد الذكر معاهم إن شاء الله رب العالمين، ونبدأ نعمل كده حاجة اسمها صلح للجميع إن شاء الله. صلح خير إن شاء الله لبلادنا جميعا نتمنى، وإحنا شرفنا إن إحنا إن قابلنا حضرتك كده من غير حتى يعني موعد ولا لقاء. اللهم لك الحمد والشكر يعني الحمد لله النصيب إن إحنا نقابلك والله يا صديقي. الله أكبر يا زيد. الله أكبر. نفطر لا ده إن شاء الله نفطر فطار أهم حاجة مع بعض. نغرب يدنا هنا. ماشي سيد تسلم. ما شربوش جوافه والله سوبي، انا شربت العشرة في زمان. ما
يقال ان الساحات الكبيرة مولانا ما بتستقبلش الناس الفقيرة اللي زي حالاتي. لا لا العكس، بتستقبل الناس الضيوف الهمام. الساحة لا لها كبير ولا لها صغير، ولا لها غني ولا لها فقير، لها بتاع ربنا سبحانه وتعالى. الساحة احنا عندنا الساحة الإدريسية من فضل الله سبحانه وتعالى، جميع الساحات الإدريسية على مستوى الجمهورية مفتوحة للجميع، مسلم مسيحي فقير غني كبير صغير، كل اللي ملوش مكان قبل اللي له مكان، مجذوب مبروك عابر سبيل اي حاجه مكان. يعني مش الغني بس، لا يا ابو عبد الغلبان والغني وكل حد. جربت انت؟ ده انا بنام فيها لا ما هي اصلا مش بالقفل. والله انا 24 ساعه في اي وقت تخش اي حد يقعد ينام ياكل يشرب ينام. طب انت متواجد على طول يا سيد احمد في الساحه ولا بحكم ظروف عمل الساحه؟ هنا الساحه الادريسيه ببقى موجود فيها في اول رمضان، ببقى موجود في الساحه الادريسيه ان شاء الله برضو تزورها كده ان شاء الله رب العالمين في نجاده. الساحه الادريسيه برضو ساحه من الساحات الكبيره هناك في نجاده، والساحه الادريسيه في ضراو، والساحه الادريسيه في المسيب. يعني من فضل الله سبحانه وتعالى نبقى موجودين فيهم كلهم الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك الحمد لله. يلا شويه عاد من الكوكتيل. كوكتيل الله يسهل لك. لا انت جاي تجرب كل حاجه هنا وانت مهرجم على حق الطبيخ. لا يفرق، انا عايز حق الطبيخ، انا ماليش في المشاريب، الناس عارفه كده. طيب احنا لنا احنا لنا يوم افطار مع بعض ان شاء الله. ده شرف لي والله، شرف بكره، شرف لي ان شاء خلاص عجبنا، شرف لينا باذن الله، شرف لينا سيد احمد ان شاء الله باذن الله. خلاص يعني مصطفى ماشي شريف ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام يا سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. يلا يا حبيبي. سلام. لا ما انا بدي المصطفى كانت معايا. اقول لك يا مصطفى، قال انت طبايخي. انا؟ لا والله ما طبايخي. انا مش عارف، انا خير طبايخي. انا طبايخي، انا كده معروف. طب ايه اللي جايبك معاي؟ انا ايه اللي جايبك تفطر معاي لما انت مش طبايخي؟ طب خلاص اقعدش. هي بكره فيها طبيخ يا جماعه اللي عايز جاي. بكره بكره في طبيخ هنا، طبيخ هنا بكره في طبيخ حمر وخضر بكره هنا. ايوه يا مصطفى، يلا يا مصطفى بتاع الفتيل. الاول قال لا، انا ما قلت له انا بتاع طبيخ، قال لك انا بتاع طبيخ. واطي عمي بهاء العمده جاها. الله يسلمك يا غالي، تسلم. ما رجع لك يا خال فطره يا بهاء. الله يسلمك. سمعت كلها منتظراك انا عمي، ده مكاننا هنا والدنيا. ده البيت؟ لا لسه، انا بدي في الاخر. امال ايه داخل في الزواجير كده عشان ادد. لا بيتي عم منور بيت ايه دقار. الله اكبر، بسم الله. امال ايه يخشوا لكم؟ ما حد يخش انا غير اللي يلا لا بجي نصور الطبيخ الاول. تعال والله جاهز هو برد. تعال شنو انا بدخل بس بالتليفون. ايوه انا هجيب الطبايخ وصل. طيبكم غلابه. عندنا معانا جيب ولا معانا عربيات؟ معانا مستكلات والعمده بها ما احمر. ما احمرت مش طبايخيه. يلا يا مصطفى كده يجي لحد ما ركب لك. تعال هناك كده. ده تقلقش ايه الدنيا هنا؟ تمام والله العظيم الدنيا هنا. القريه اول حاجه دخلت اسمها العشي. دخلت العشي. العشي اسمها العشي. العشي او بعد عشي الصعايد، وبعد صعايد غزالي، وبعد غزالي الزنيه بحري، وبعد الزنيه بحري الزنيه كلها. اللوكسور ما فيهاش مدن، هي كلها قرى. لا احنا مدينه. الزنيه قبل مدينه. مرحبا خالد، عامل ايه اخبارك؟ عامل صحتك؟ يا مرحب بيك، عامل ايه حالك؟ اسمك كريم. عبد الله هاي. يا مرحبا بك عم عبد الله. احنا مدينه زني قبل، احنا مدينه، وكان والله يوم دين يوم ما خلوها مدينه يا راجل. ليه؟ وقف مواد القرى كلها درك فاتح فيها الترخيص، ما عاد احنا ممنوع الترخيص عندنا بتاع المباني وموقوف. لا
خلوها مدينة. خلوها مدينة والله. يا ريتهم كانوا خلوها مدينة، عارف اخونا قرى كان احسن. خش يا مصطفى. اتفضل يا عمي. خش يا خالد. تفضل. خش يا نوبي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا صارف ومكلف. صارف ومكلف يا ولدي، خرب البيت. خرب. الله يسلمك يا خال، مرحب. عم لي اخبارك؟ عم لي صحتك، الله يحفظك يا رب، الله يخليك. تمام، الله يحفظك. لا كرويت هي احنا. بص مين الطبايخي بقى لما يقعد مره واحده على طول طبايخي، والله يبان عليك. هنفطر مع النوب ومصطفى رضا النهارده، وبعد كده ان شاء الله نجيب الحماره، هنجيب ونيسه ان شاء الله. السلام عليكم.